اهلا بيكم في قناة محمود ايمن احرف جيمر في مصر. النهاردة هنبتدي سلسلة الطريق لاول سولو وين، بما ان مستوايا وحش جدا. نزل معايا ليه يا بارد؟ ده في ثلاثة نازلين معايا. ايه ده؟ يا وليه اللي انت لابسه ده؟ ده اللي انا فالح فيه، اقعد اضرب ناس في اللوبي وخلاص. هي عيان ولا ايه؟ ست كل الناس لابسه شيك وانا لابس لبسه ايه؟ هنزل في اي حته بقى طالما كله خربان كده. نستمتع بالمنظر احسن، وطالما انا مش عارف اقتل حد كده الاقي 50,000 واحد نزل. السلاح اللي بقى معمول ان هو يضرب طلقة واحدة، فلازم اظبطه من اولها. مش حد هنا عايز اعيش شوية بالنفسي. اوعى الهبد، اوعى الهبد. عايز اشوف النور. لا لا مش الله عليا، الله عليا، مستوى عالي جدا بصراحة. انا اشوف مود تاني العبها. مش هقتل حد واشوف عربية واقعد اتمشى في الخريطة، على الأقل أعيش شوية.
اطلع لف شويه. مفيش اي زوم هنا. اخد العربيه اخش زوم. شغال هنا فكرة اللعبة دي هتبقى سهلة زي الموبايل. مش طلعت مش عارف اقتل اي حد. مين اللي بيطلع؟ منظر طبيعي خلاب. عم فكك مني. ده معاه زوم ات اكس ده ولا ايه؟ انا مش فاهم. ليه كده؟ ليه كده؟ اللي بيرمي القنابل؟ مين الحيوان اللي بيرمي القنابل؟ فيها بجنب وشكلها ده ازاي اشرب الريبول؟ يا ساتر على العالم.
سمعت عربية شكله بعيد. أنا أفهم مستوصل إني ليه. زميلة خالص أنا 65 واحد بس بحاول أفضل عايش للآخر. هنام هنا لحد اخيرا قتلت حد. يا اوعى الفور اكس يابا، اوعى الفور اكس. اوعى ال M24 يابا، هات ده هنا. لا بلاش، معاك تاني. قاعد مكمبر مفيهاش فوق. ناخد بقى واحد من كيلر. يا سلام، مات والسلاح في ايده. طب انا عايز هنا دلوقتي.
هولوغرافيك. بنشوف بقى الفور اكس. لا ايه ده يا ساتر. اوعى النووي يا عم الحاج. كده انا قتلت واحد الحمد لله. سرع لي قنابل يلا. شكرين كده 2 كيلز يا جماعة. انا مش مصدق نفسي والله. العربية دي ولا ايه؟ نميل القنابل. طب خد مين اللي بيهب التاني؟ لا وفين بقى؟ لا شفت حد ثاني طلع. لا حرام كده انا قتلت 2 النهارده وخلصت المركز ال 43 بعد 3 جيم خسرتهم. اشوف اللي جام اللي جاي اقدر ابقى كويس فيها ولا لا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وترابيزات بلياردو وبينج.